مشكلة التصاريح، فكرة إن إحنا بنشتغل في مساحة عامة، وفي القاهرة على سبيل المثال إحنا كنا قدام قصر الجمهوري، فكنا واخدين المساحة اللي قدام قصر عابدين لغاية دلوقتي. فطبعا يعني عدينا بمراحل كتيرة صعوبات في الحصول على التصاريح. ساعدنا في مراحل، في المرحلة الأولانية كان الدكتور عماد الغازي وزارة الثقافة إنه ساعدنا إن إحنا ناخد التصريح السبت الأول من كل شهر لاستقلال ميدان عابدين. يعني كان تقريبا 8 شهور، يعني كنا تقريبا في شهر 5 كملنا لغايه اخر السنه، يعني تقريبا كان 7 8 شهور. بعد الدكتور عماد ابو غيدي بدانا بقى شويه يعني ان الموضوع ما بقاش بيحصل بشكل دوري، انه في يعني لازم طول الوقت نبقى عاملين حسابنا انه